السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم جميعا. اليوم معنا الضيف من دولة الإمارات معاذ عبد الرحمن. يا مرحبا ومسهلا فيك يا معاذ عبد الرحمن. الله يحييك ويعافيك. يقولون من طول الغيبات جاب الغنايم، وانت مختفي عن الإعلام لك مدة. نعم. وش تقول لجمهورك اللي يحبك؟ والله أقول لهم I love you، وانتظروا مني كل جميل ومفيد بإذن الله، وبرضو I love you. ممكن سؤال يا استاذ معاذ؟ تفضل. وش الفرق بين انك يوم الفرق عفوا، وش الفرق؟ نعم. اللي فرق معك أوكي. يوم انت متسابق والحين نجم؟ والله ما فرق معي شيء، انا في كل اوضاعي نجم ولله الحمد. صحيح. لكن في المنافسه نفسها، يعني المنافسه. بالعكس، اشوف نفسي حالي حال الشباب، ما في فرق بيننا. لا يعني اللهم مو فرق بينك وبين الشباب، فرق من الأريحية، يعني مو أريحية طبعا. الحين أريحية أفضل من ال... وش اللي خلاك تقول كذا؟ والله تعرف، ما عليك خصم انقاض، ما عليك. يعني أول يوم كنا في بداية البرنامج كنا نحاسب على الكلمة، يعني يعني تقول ان معاذ طلعت شخصيته والحين افضل؟ والله نقول ان شاء الله بصراحه، وانا احسها عاده للحين، يعني ما افتكت. لا ان شاء الله تفتك، ولكن يعني تقول ان فرق 90% منها بس فرق معك، يعني شيء كثير. صح ولا لا؟ يعني يوم اول ما طلعت يوم رجعت الحين حسيت ان في فرق شاسع، يعني بغيت تقدم اللي عندك وتقول. نعم. اللي عندك. نعم. تكون انت مرتاح نفسيا. فعلا بعدين، خاصه اني تاقلمت مع الاجواء وتاقلمت مع الشباب، خلاص صرنا اخوان واكثر من الاخوان. طيب وش توعدنا بعد ما تطلع من البرنامج؟ باذن الله كل شيء يرضى الله ويرضي والديني ويرضي الجميع، يعني وبيكون مشروعك ما شاء الله صاحب صوت فخم، يعني الله يعطيك العافيه. انا احس انه راح يتضاربون عليك القنوات على صوتك، والله العظيم ما شاء الله تبارك الله. احاول اني اقلد لكن ما اقدر، عرفت؟ لكن تبقى انت الاصل، يعني لو قلدنا. لكن كيف يعني انك بعدين، يعني لو طلبوك وفي القناة، يعني غير بدايه، يعني شوف للامانه انا في الفويس اوفر عندي الصوت بس ما عندي الخبره، وعندي حب الشيء هذا، لكن الخبره الكافيه مو موجوده معي. لو تشوف انت، لو تلاحظ احمد سعود عنده خبره، لها اعلانات ولها يعني مقاطع مسجله كثير من زمان، شغال في الامور هذه. انا يعني يمكن مره واحده في حياتي سجلت. طيب ما حاولت تروح القنوات، يعني مثلا لو انت يعني عرضت نفسك عليهم بس قلت بتدرب عندكم، يعني كان في؟ لا باذن الله راح تكون في دورات لي مكثفه بعد البرنامج. يعني اول ما سويت؟ لا للامانه يعني ما سويت. وش اللي خلاك ما تسوي مع انه ما شاء الله عندك صوت؟ يعني انت تتوقع، انت الحين اذا تقول انا ما تدربت، انت عديت 80%، وش باقي لك يعني؟ لا، التدرب على طريقه الالقاء الصحيحه واللغه الصحيحه، هلا في الاعداد، يعني انك ترفع وتنزل. ايه الله يعطيك العافيه. وبصراحه والله العظيم انك ما قصرت. الله يطول عمرك. اتمنى لك مستقبل زاهر، وباذن الله اني اشوفك في احدى القنوات واكون انا احدى ضيوفك باذن الله. ولي الشرف. الله الله يعطيك العافيه. والله تمنيت اني اطول معك، بس انت تعرف الجمهور يدخل علينا ويقطع المسافه.